قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إنه يهدف للتوصل إلى سلام يضمن للشعب الفلسطيني التعايش بسلام، مؤكدا أن موقفه يتعلق بالدفاع عن المبادئ التي تحقق العدالة للفلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي عقب رفع محكمة العدل الدولية في لاهاي أولى جلسات مقاضاة إسرائيل بتهم إبادة جماعية في غزة، شدد الفريق القانوني على أنه ليس هناك إفلات كامل لإسرائيل من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المناظر المروعة التي شهدناها في غزة حولت القطاع إلى قبر كبير. العالم لم ينجح في وقف أعمال الإبادة الجماعية التي تتكشف أمامنا في غزة، والأسرة الدولية تتبنى موقفا سلبيا تجاه تلك المجازر والمذابح النساء والأطفال في مخيمات اللاجئين وفي المدارس وفي المستشفيات، استهدفوا ما أدى إلى ما تسبب في أزمة إنسانية، ونحن نطالب بشكل قاطع الأمين العام للأمم المتحدة أن يقوم بتفعيل مادة النادر استخدامها، المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. الأمين العام أنطونيو غوتيريس في 6 ديسمبر طالب مجلس الأمن بالقيام بما هو لازم لمنع كارثة إنسانية هائلة.